خلونا نبدا معكم بسلافه اليوم. امبارح اللي تابعنا بحلقه كرفان اكيد عرف انه كان موضوعنا بسلافه اليوم عم نحكي عن الاكتئاب الخريفي او ما يسمى بالاكتئاب الموسمي، وهو إشي شائع بيصير مع كثير من الناس مع تغير المواسم. مغربي وكالعاده كان له راي مختلف. شو رأيه المختلف كان؟ بأنه هذا الإشي اللي هو الاكتئاب ما بيجي أنه لازم كل شخص يصاب فيه، لا، هو إشي ذاتي بصير فيك من جواتك. أنت شو بتفكر وشو بتوهم حالك بأنه رح يصير معك بصير معك. هلأ الآراء اختلفت امبارح بين لطيف ومغربي، وكانت رح تطبطوشة بس الله ستر. أنا معك مغربي من هلأ بقول لك. بس الله ستر ما صارت طوشة على الهواء امبارح، فرح نترك المايك لمغربي لحتى يشرح لنا وجهة نظره بما يسمى بنبوءة ذاتية التحقق. أول إشي شكرا جزيلا جد لكم ولفريق الإعداد اللي أصلا اهتموا في الموضوع، يعني اليوم الصبح بس حكوا لي إنه رح نحكي زي هيك. صراحة يعني كان إشي يعني لي الكثير. على العموم لنعطي مثال إيش اللي عمله بصير. أنا طلعت بالسيارة، طلعت معي أمي وأبوي. شغلت السيارة، أول ما طلعنا أنا عمالي بطلع أبوي وهو قاعد جنبي متوتر وإجره بتتحرك زي هيك. أنا خايف منك اليوم يا محمد، مش عارف، أنا خايف تعمل حادث. أمي ورا سمعت أبوي، أنا مطقع لسه لحد الآن للكلام، فأمي بلشت تتوتر، بلش مستوى التوتر يعلى بالسيارة. طول ما أنا عمالي بمشي أبوي يحكي لي شوي 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 شوي، بعيد عن هذا، بعيد عن هذا، بعيد عن هذا، دير بالك من هذا، أدخل عليك، لا تسرع لا تسرع. أنا بلشت للأسف إني أرخي دني وبلشت أتوتر معاهم. بلشت أمي تتوتر، دير بالك يا حبيبي، دير بالك يا ابني، دير بالك يا أبوي، دير بالك دير بالك دير بالك. طب صار الحادث. أول كلمة بسمعها من أبوي، أنا كنت عارف إنه هيك رح صار معك. هذا هو بالضبط السلف فولفيلينج بروفيسي أو النبوءة ذاتية التحقق. الموضوع بلش كلياته ورحنا طلعنا بالسيارة سعيدين ومبسوطين ورايحين المشوار تبعنا، ولكن الفكرة هون اختلفت لما أنا سمعت أول جملة من أبوي اللي هو أنا خايف اليوم يصير معانا حادث. أولها أنا تركت الجملة وما اهتميت فيها، ولكن أمي اهتمت فيها. بلش التوتر يعلى منهم التنين، زاد التوتر وصلني، صرت أنا أتصرف كأني أنا مش شايف إشي قدامي غير إني أنا بدي أبعد عن الحادث اللي بده يصير معاي لحد ما صار. إيش اللي صار؟ هو اللي كان أبوي عماله بيتوقعه. اللي صار احنا مش كنا عارفين او متوقعين الاشي وصار، ولكن لفكرتنا اللي كانت موجودة ببالنا وتوقعنا خلانا نهيئ جو ملائم جوا السيارة انه النبوءة تبعته تتحقق على الواقع. هذا هو الموضوع. شوف مغربي، بدي تصديقا لكلامك وادعم النظرية اللي انت بتحكي فيها، انا معك مليون بالمية. ويا جماعة الخير هذا الموضوع مهم جدا، هذا بيمشي معنا من اول ما نصحى باليوم. انا بصحى يومي راح يكون بشع، يا الله عندي موعد، يومك فعليا بكون بشع. عليك ليش؟ لانه تفكيرنا، خلايانا، التصرف اللي بنعمله، كيف نحكي مع العالم، كلها مبنيه على فكره يومي راح يكون بشع. صح. زي لما احنا بدنا نطلع طلعه شباب، انا اقول قبل لا اطلع والله غير ننبسط، راح نغير جو، فعليا بنطلع بنغير جو. مزبوط. ونفس الطلعه هاي اذا برجع ريفرس شوي بحكي ما راح انبسط واطلع فعليا ما راح ننبسط. بدي احكي إشي شوي علمي. في عالم او بروفيسور اسمه روبرت، اسم عيلته كثير طويل راح اوقف فيه اذا حكيته. هذا الزلمه موجود بهارفارد، وكلياتنا بنعرف شو يعني هارفارد وقد ايه عظيمه هاي المنظمه التعليميه. الزلمه هذا عمل كثير تجارب. واحده من التجارب جاب صف نعتبر 5000 و5 باء. 5000 طلاب شاطرين جدا و5 باء طلاب هاملين جدا. راحوا عند الاساتذه، راحوا عند استاذ واحد حكوا له او حكى له البروفيسور هذول الطلاب عكسهم، الشاطرين قال له عنهم عاطلين والعاطلين حكى عنهم شاطرين، ومشوا سنه كامله. سنه كامله تجربه حقيقيه، مشى سنه كامله. وبنهايه الفصل سال الدكتور شو وضع الصفين، الطلاب الشاطرين اللي الدكتور كذب وحكى انهم عاطلين فعليا طلعوا عاطلين، والعكس صحيح، اللي كانوا عاطلين هم طلعوا كانوا شاطرين. نفس التجربه انعملت مع استاذ واحد درس صفين، اجى البروفيسور لهدول الطلاب قال لهم للاسف هاي السنه راح يدرسكم دكتور هامل مش شاطر. هذا نفس الاستاذ راح فيه على شعبه ثانيه قال لهم جايبين لكم احسن دكتور واحسن استاذ. بنهايه السنه راح عند الصف الاول، والله هامل وسيء، وبالشعبه الثانيه طلع ايش؟ فخم وبجنن. نفس الدكتور. فهذا علمياً يثبت إنه إذا إحنا مرات بنقنع حالنا أو بنطلع بنظريات مبنية على كلامنا أو على أفكار وهمية هي مش موجودة قد تتحقق بنسبة لدرجة كبيرة. زي ما أحكي أنا رح أمرض، أنا رح أموت، أنا رح أسير، هذا الحكي ممكن يصير. صح. أنا ما بقدر أنط، ما بقدر أعمل هيك. شو رأيك يا لطيف بعد اللي حكيته؟ أقنعتك؟
لا على شوف امبارح احنا كنا نحكي بمساله مختلفه تماما. الاكتئاب الموسمي يعني موضوع يعني موجود لطيف. نحكي المعلومه اللي امبارح شفناها في برضه موجود نحكي المعلومه اللي شفناها امبارح انا وياك امبارح بعد الحلقه. شيكنا انا ولطيف انه هل الاكتئاب اللي بصير بفصل الخريف هو سيلف فولفيلينج بروفيسي ولا سيزونال ديبرشن زي ما كان يحكي، هل هو نبوءه تحقق ذاتها ولا هو فعليا اكتئاب موسمي؟ واكتشفنا انه اصلا علميا مختلف فيها، في ناس شايفينها زي هيك وفي ناس شايفينها زي هيك. لكن شوف هلا هي حاله يعني حالات فرديه تمام. خلاص وانا كاني حكيت شوف سين صاد عين لا فيما يخص يعني بدناش كثير نرجع لموضوع الاكتئاب الموسمي، بس سين صاد عين يعني افترضوا انه هيكون مثلا في كآبه فبالتالي اجته الكآبه تمام. يعني هاي حالات فرديه ممكن حصولها. هلا انا مش ضد انه في سيلف فولفيلينج بروفيسي، لا هلا بقول لك مش تفائلوا بالخير تجدوه، صحيح هاي نوع من انواع السيلف فولفيلينج بروفيسي صحيح الله عليك صحيح. بس مش في الظواهر اللي يعني الظاهره كونيه موضوع الاكتئاب الموسمي. فهمت علي شو المساله؟ خلص ببساطه انت يعني تفائل بالخير بتلاقي، اذا انت يعني بتكون سلبي اكيد هتجذب سلبيه، بس اذا بتكون ايجابي هتجذب ايجابيه. بس برضو يعني يمكن في الدراسه اللي انت حكيتها يعني هلا انا لو مثلا قعدت احكي انه بدي يجيني فلوس هل هيجيني فلوس؟ يعني ما برضو في، بس انت راح تصير تشتغل وتتعب اكثر وتصير انشط ليجيك فلوس اكثر. بس اكيد اذا انا ضليتني قاعد بالبيت ورح يجيني فلوس رح يجيني فلوس ما رح توقع شنطة على راسي صحيح. فهي مش نظريه صح عقل وتوكل صح اكيد تفاعل خير ومشيله. بس اقول لك سلافه لطيف ممكن ساعه حالنا رح نعترف بشغلات هيك سريعا. احنا مرات قبل الحلقه انا تحديدا عندي مشكله بين اسم داليا وديالا مثلا نسرين وسيرين، فبتلاقيني قبل الحلقه يا الله والله لا اتلخبط فيه الاسم وبتتلخبط على الحلقه وبتلخبط فيه زي ما صار بساره هذيك اليوم وانا امبارح صارت فيه صارت فينا لانه احنا بنقنع حالنا. فممنوع من هون وطالع علي انا اول واحد اللي قاعد بنعمل زي هيك احكي راح اغلط او راح اسوي. تعرف لاي درجه هذا الموضوع في شيء اسمه ذا بلاسيبو ايفكت، تاثير بلاسيبو. بلاسيتو بلاسيبو بلاسيبو. بلاسيبو اسم زلمه، هذا الزلمه عامل عالم شوف مثلا عسيره اللخبطه. هذا العالم جرب شغله مره، جاب مسكن وهمي مش موجود، حبه عادي حبه سكر مثلا، وجاب مسكن فعلي واعطوه هاي التجربه، اعطوا بعض الناس المسكن الوهمي واعطوا بعض الناس المسكن الفعلي، لدرجه تسمت بالاخر هاي التجربه باسم هذا العالم اللي هي بلاسيبو. تتفاجئ انه الناس اقتنعوا انه هاي الحبه الوهميه مسكن. هي مسكن وسكنت لهم الالام، يعني اذا كان راسه بوجعه صح بطل راسه يوجعه. لاي درجه مرات احنا اللي بنتحكم بحالنا. بالاخر المواد الموجوده من المسكنات هاي في فيها منها جزء كبير اصلا تفرز بدماغنا ولكن بنسبه قليله، فاحنا لما ناخذ الحبه عمالنا بنحفز انه يفرز اكثر، ف دماغنا يحكم تقريبا كل العمليات اللي عملها بتصير بجسمنا. صحيح. يعني نحن بس اللي حابين نوجه لكم اياه بهذا الموضوع اللي اقترحناه اليوم بسلافة اليوم، انه زي ما حكى لطيف تفاؤلوا بالخير تجدوه، دائما فكروا بافكار ايجابيه، انا رح اصير، انا رح اعمل، انا رح احقق اهدافي، رح توصلوا للي بدكم اياه. المهم تشتغلوا على حالكم وتفكروا دائما بطريقه ايجابيه. صحيح. وفعاله لحتى تقدروا تحققوا اللي بدكم اياه.